شاهد: ارتفاع نجم شمسي يبلغ 100,000 ميل فوق الشمس. حصل مصور الفلك مارك جونستون على مقعد في الصف الأمامي لعرض الألعاب النارية الملحمي. كان جونستون سفير نظام ناسا الشمسي ونائب رئيس جمعية فينيكس الفلكية، يراقب الشمس في أواخر أغسطس باستخدام تلسكوب مخصص، عندما التقط صوراً لأقواس لا تصدق من البلازما، الغازات فائقة السخونة المعروفة باسم النتوءات الشمسية، والتي ترتفع إلى ارتفاعات لا تصدق فوق سطح نجمنا. قام جونستون بتجميع الصور التي التقطها للمشهد الشمسي في مقطع فيديو مذهل أعلى، وقال جونستون لموقع سبيس.كوم عبر البريد الإلكتروني: يبلغ ارتفاع أكبر نتوءين في الفيديو حوالي 160,000 كيلومتر أو 100,000 ميل. بالنسبة للفيديو، قمت بتصوير حوالي 100 مقطع فيديو بواقع 540 إطاراً بفاصل 25 ثانية، بحيث يمثل مقطع الفيديو الفاصل الزمني حوالي ساعة من النشاط الحقيقي على الشمس. بعض الصور في الفيديو أكثر ضبابية من غيرها بسبب التغيرات اللحظية في ظروف الرؤية الجوية. بشكل عام كانت الرؤية جيدة حوالي 4 أخماس. جميع الصور التقطتها بنفسي من حديقتي الخلفية في سكوتسديل أريزونا. بالإضافة إلى الفيديو الملحمي، التقط جونستون صوراً مذهلة لنشاط الشمس. كما قال جونستون: تتطلب كل صورة ثابتة التقاط فيديو عالي السرعة مكون من 2000 إطار بمعدل تعرض يبلغ 9 ميلي ثانية، ثم أقوم باستخراج أكثر 200 إطار تركيزاً وأطبق المزيد من الشحذ وإزالة الضوضاء وإضافة اللون.